1200 وحده سكنيه مرحله اولى من اجمالي عدد 2136 وحده سكنيه جاري تنفيذها بمدينه العريش بمحافظه شمال سيناء. استاذن في ازاحه الستار يا فندم. اتفضل يا فندم. ضمن سلسله من الانجازات التي يحققها، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي يزيد عددها عن 32 مشروعا في مجالات مختلفة من بينها الإسكان والتنمية العمرانية والطرق. النهاردة حركة المرحلة الأولى اللي احنا 256 ألف، احنا أنهينا بالفعل يا فندم 125 ألف وحدة منهم بالكامل، يعني بزيادة حوالي 24 ألف وقت ما عرضنا على حضرتك من شهرين. دول خلصوا، إن شاء الله في 30/6 هنكون أنهينا 75 ألف تانيين، يعني هنكون أكملنا 200 ألف وحدة سكنية، وال 56 ألف الآخرين إن شاء الله قبل نهاية العام، يعني على 30/12 هنكون أنهيناهم بالكامل. افتتاح لعدد من المشروعات، أكد خلاله الرئيس السيسي أن الدولة لن تترك المواطنين يعيشون في المناطق العشوائية الخطرة، وأن تطوير تلك المناطق سيتكلف 14 مليار جنيه، وأنه سيتم اقتطاع نسبة 1% من قيمة الأراضي ومشروعات الإسكان التي تقوم الدولة ببيعها من أجل تحسين وضع سكان العشوائيات. وتم طرح 21 ألف قطعة أرض تقدم لشرائها 179 ألف. احنا هنطرح الأراضي ديت للناس، والناس هتبقى ليها وضع مستقر من غير بيروقراطية، وبنسمح له بنسمح للجميع بنتيح الفرصة للجميع. وبقول للمصريين اللي هم سمعيننا دلوقتي، ما تخافوش واطمئنوا جدا 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 على مستقبل بلدكم ومستقبلكم. المهم ان انتم كلكم، وانا بقول الكلام ده لكل مصر. الجدير بالذكر ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ في الوقت الراهن اكثر من 1500 مشروع لصالح الدولة، تم تنفيذ اكثر من 50% منها، بالاضافة الى نحو 200 مشروع قومي في مجالات تنموية مختلفة.
الله.